كما ترون اليوم افتتحت أبواب وكالة وهران الإدارة الاجتماعي لاستقبال المستخدمين وأرباب العمل وتمكينهم وتسهيل المهام أمامهم لتمكينهم من إيداع التصريحات السنوية للأجور والأجراء لسنة 2021. يعني وكما ترون هناك إقبال على مستوى أقسام المديرية الفرعية للتحصيل ومنزعات التحصيل. المواطنين راهم يتقربوا، مرحبا بهم، وهذا اللي يقومون بإيداع تصاريحهم بكل أريحية، هذا بالموازاة مع الاستفادة أيضا من التدابير الاستثنائية لفائدة المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالإعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير وكذا جدولة الديون. يعني هناك إقبال للمستخدمين للقيام بجدولة ديونهم التي أقرها الأمر الرئاسي 21/12 المؤرخ في 25/2021، وهذا لتمكينهم أيضا من الاستفادة من كل هذه المزايا وتسديد مستحقاتهم بكل أريحية. جينا برئيسي الإدارية في الحق الجماعة، احنا اليوم جينا باش نكملوا كاع المستحقات تاع آخر سنة، وصراحة الناس في الويكاند الناس خدامين وواقفين. أنا الشيء اللي كان بكري يخوفنا شوية من الإدارة صراحة في هذه الحالة اليوم ما لقيناهاش. ما غاديش نعموا الموضوع على كاع الادارات بكل صراحه، بصح كاين ادارات اللي خوفوا، وهنا بالك العلاقه مع الناس اللي كاينين هنا بدون ذكر الاسماء. لو كوتي ماتنو يفو بارلي دي ميزاجور باسكو يا بروبليم. حنا حنا اوتونك ارباب اعمال سي فري بيتر تو دي ديت ما خلصتهمش، فو فوا كو لي دوزون دي كورونا ضروا الناس بزاف وكاع، ومانيش عارف شنو هما الايجابيات اللي نقل الدوله ديرهم باش الناس تعاود ريبروندر سي فونكسيوناليتي نورمالمون. بصح الشيء اللي نشوف فيه مشكل سي الحكايه تاع لي ميزاجور، مالغري كو دير الكالندري ودير ودير ودير، مي لي ميزاجور ما يعطيوهمش. بون جيسبر كو سو بوين لا دو تيت ان بو سامبليفي، قال لي هاك ميزاجور تاعك غادي ترافايي بور بوفوار بيي لي ديت اللي راهم عندك ولا لي المستحقات بين قوسين اللي يكونوا.